النهاردة ذكرى وفاة واحد من أيقونات الكوميديا في مصر، غول المسرح الفنان القدير وحيد سيف، صاحب مشوار فني طويل وأعمال مميزة عمرنا ما ننسى أعماله في السينما أو المسرح أو التلفزيون. من أبرز أعماله فيلم محامي خلع ومسرحية شارع محمد علي وفيلم السيد العاطفي وغيرها كتير جدا من المسلسلات والأفلام والمسرحيات. تعالوا نشوف تقرير وأهم المحطات الفنية في تاريخ الراحل وحيد سيف. اليوم تحل ذكرى وفاة الفنان القدير وحيد سيف، أيقونة الكوميديا التي لا ينساها محبوه، خصوصاً أنه تميز بحركاته ومواقفه المضحكة على مدار مشواره الفني. رحل الفنان وحيد سيف في 19 من يناير عام 2013 عن عمر ناهز 73 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض، وتوفي نتيجة أزمة قلبية ودفن في الإسكندرية مسقط رأسه. تخرج وحيد سيف في كلية الأداب بجامعة الإسكندرية، وخلال دراسته بالكلية شارك بالفرقة التمثيلية بمسرح الجامعة وبدأ مشواره الفني الكبير، ومن أبرز أعماله الفنية فيلم محامي خلع ومسرحية شارع محمد علي وفيلم سيد العاطفي ومسلسل المال والبنون. أنا أكبر موزع في السرق الأوشط. أوشط؟ الراجل ده مش ملاحظ سعادتك إن النقط عندك بتنط في حتة تانية؟ طب ما تنتهز الفرصة وصدر كرات لكرواتيا، والله تعبانين هناك قوي، تعبانين الناس هناك والله. أثناء دراسته في الجامعة شارك في عدة مسرحيات أهمها شكسبير، حسن ومرقص وكوهين، ومع مسرح الريحاني قدم مسرحية إنهم يدخلون الجنة، وآخر أعماله الفنية المسلسل زيزو 900. سوريا ألف مبروك عليك. مبروك على إيه؟ أصل الأستاذ عصام أمرنا إن نكتب لك عقد عشان تقومي ببطولة المسرحية الجديدة، ولو نجحت في الدور هتبقي بطلة الفرقة بصفة مستمرة. يا ريتني كنت بطل الفرقة عشان أقوم قدامك بدور البطولة. تزوج الفنان وحيد سيف من الممثلة ألفت سكر، بعدها تزوج من الصحفية اللبنانية خلود التي ظلت معه حتى وفاته، وقال عنها طيلة حياته إنه يعيش معها أجمل فترات حياته وأنها عوضته عن كل شيء، وكان دائماً يستشيرها في الأعمال والسيناريوهات التي تعرض عليه. يا سيدة هموش، خلاص مفيش استعبار للدكتور؟ إزاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ يعني ألف رحمة ونور للفنان الراحل وحيد سيف اللي بنفتكر أعماله النهاردة، واللي أعماله ما تتنسيش أبدا من ذاكرة المصريين ولا إفيهاته الجميلة في المسرح أو السينما أو التلفزيون. عايز أسألك يا منة، يعني أكتر دور بتحبيه لوحيد سيف إيه؟ كنت بحب له دورين قوي، دوره عجوة في شارع محمد علي طبعا كان خطير مع الفنان هشام سليم رحمه الله عليهم الاثنين، لكن كان دوره مختلف كده ومميز وله افيهات، وكمان في المال والبنون كان بيتحرك كده ما بين الكوميديا وفي النص تلاقيه عامل حاجات انسانيه، لما بيقعد يتكلم انا عايز ابني يبقى ظابط ومش عارفه ايه وكده، يرجع تاني ياخدها في اطار كوميدي فكان يضحك. هو فنان كوميدي لكن برضو عمل ادوار دراميه كمان الناس ما تعرفش، مش بس الكوميديا، لكن طبعا هو الخط الاساسي اللي وحيد سيف الله يرحمه هي الكوميديا. ناس كتير قوي بيقولوا ان هو بس دايما بطل الادوار التانيه سواء في المسرح او في السينما او التلفزيون، لكن الحقيقه في ادواره التانيه دي عرف يحط بصمه، والافيهات او الجمل اللي كان بيقولها لغايه دلوقتي احنا فاكرينها سواء في المسرح او السينما او التلفزيون. ناس كتير ما يعرفوش منا كمان انه من قصص وحيد سيف ان هو كان مفروض يكون بطل من ابطال ثلاثي اضواء المسرح اللي كلنا عارفينهم، سمير غانم، الضيف احمد، جورج سيدهم. القصه ابتدت من اسكندريه لما قابلوا سمير غانم واتفق ان هم يعملوا فرقه هي فرقه اخوان غانم، كانت مكونه من ثلاث ممثلين، وحيد سيف وسمير غانم وعادل نصيف. عادل نصيف سافر خارج البلاد، لكن وحيد سيف رفض انه يكمل الفرقه دي وقال انا هبقى في اسكندريه ومش هنزل القاهره، وبعد كده سمير غانم نزل القاهره واسس ثلاثي اضواء المسرح المعروفين. دي معلومه اول مره اعرفها على فكره. فهو كان عضو مؤسس في البدايه في فرقه اسمها اخوان غانم قبل فرقه ثلاثي اضواء المسرح. طبعا كل الرحمه لوحيد سيف، وهيفضل عايش معانا باعماله سواء في السينما او المسرح أو التلفزيون.